تشاهدون في هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة: الأحساء واحة للنخيل والمواطنة أيضا، لهيان إيران بالميزان، صالح اليمن مشكوك بصلاحه، ولا زال هناك داعش، الفضاء بين اللاديني والديني، كما سنكون معكم في جولتنا الأسبوعية المعتادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني كالعادة أرحب بضيوف الكرام. معنا هذه المرة المفكر الدكتور توفيق السيف، الكاتب في جريدة الاقتصادية. مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير، حياكم. ومعنا أيضا الدكتور عبد الرحمن العناد، وهو طبعا أستاذ الإعلام والمشرف على الدراسات والبحوث في مركز أسبار. مساك الله بالخير. ثم معنا صديقنا الأستاذ عبد السلام اليمني، الكاتب في جريدة الحياة. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. أخيرا معنا عضو البرنامج إذا جاز التعبير، الناشط والكاتب عقل الباهلي. مساك الله بالخير. مرحبا، أهلا وسهلا. في البداية طبعا نعزي وتعزي روتانا، يعني ضحايا مدينة الدالوة في الأحساء، وتعزي أيضا رجال الأمن والمواطنين، وهذه الجريمة الحقيقة هي محورنا الأول. فإلى موضوعنا الأول. هي سابقة وتبدو للوهلة الأولى أنها موجهة للطائفة الشيعية في البلاد، التي لم يسبق أن تعرضت لمثل ذلك على مر تاريخ الدولة السعودية، بيد أن المستهدف لم تكن الطائفة بعينها بقدر أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي. هناك من سعى لاستثمار ذلك الحادث، لكن رد الفعل السريع من مختلف أطياف المجتمع السعودي بالتفافهم حول بعضهم البعض ومبادرة رجال الأمن بتسجيل إنجاز أمني في القبض على الجناه قطع الطريق أمام هؤلاء. أستاذ عقل، كيف تلقيت خبر هذه الجريمة؟ ما هي قراءتك للواقعة؟ يعني أخطر ما في الجريمة، أولا شكرا لأنك عزيت الأهالي وعزيت كل أبناء المملكة الحقيقة، لأنه حدث مؤلم جدا والناس يعني تفاجأوا، لأنه أول مرة الحقيقة يعني يشعرون الناس بأن هناك مشروع معد. يعني أنا على يقين هؤلاء حينما يذهبون إلى قرية نائية في الأحساء ويقتلون يعني من الطائفة الشيعية الكريمة هذا العدد ويهربون، ومنهم أطفال، يعني الفكرة ليست القرية وليست محمد وعلي وصالح وحسين. القصة أكبر وأخطر الحقيقة، وأول مرة في المملكة يعني الناس يشعرون بأن المجتمع والدولة، المجتمع تحديدا هذه المرة، هو أولوية في المستهدفة. حتى يعني، وأنا أعتقد أنه يعني الشخص اللي دخل من داعش وداعش يعني اللي تسرب إلى المملكة، أنا أعتقد أنه داعش في العراق يعني لعبت كثيرا على مسألة الطائفية، وكثيرا ما تصعد الموقف بالعراق في الأساس يعني في الطائفية. لكن أيضا يجب أن نتذكر بأن داعش في العراق قتلت قرابة 600 شخص من البونمر، قبيلة سنية، بمعنى أن داعش لديها مشروع سياسي تفسره إذا احتاجت ضد الشيعة وتفسره إذا احتاجت ضد السنة. وبالتالي ما يحدث في السعودية في هذا الحادث أعتقد يجب الانتباه إليه عاليا. وأنا الحقيقة مع الكثير من الناس، يعني كل الشعب الحقيقة فرحين في تويتر وفي كل مكان في مسألة الهبة الشعبية، في مسألة الإدانة في الأساس. صحيح. الشيء الثاني المبادرة إلى الزيارة والمشاركة العزاء، وأنا الحقيقة من الناس اللي يعني أعتذر من أهل الأحساء لأني لم أستطع حتى اللحظة الذهاب للعزاء، لكن أعتقد بأنه هذا مهم جدا فيه. بس مسألة مهمة أريد يعني أشارك، لأنه أريد أترك للأخوان، إذا كان هناك مجال يعني رفع معنوية الناس بتعويضات للأهالي اللي فقدوا أبنائهم، أيضا في مسألة التعويضات عادة يعطى الآباء مسؤولين عن الأسر، إذا كان هناك شيء من هذا أتمنى أن الأمهات
يعطون شيء خاص بهم حتى جراحهم تبرى إلى حد ما، لا يعوضهم المال لكن يعني سيكون لفتة كريمة لنفسية. على فكرة بالمناسبة يعني أنا أعلم قبل قليل من 5 دقائق خبر يمكن شفته ولا ذا، أنه الأمير الوليد بس يعني ربما استجابة لما يقوله عقل، الأمير الوليد بن طلال قدم 250,000 لكل أفراد الأسر من أسر الدالوة وضحايا الأمن. أيوة الله يجزاه خير. الدكتور توفيق طبعا أنا ما أحب التصنيف بس يعني راح أقول أنه أنت من الأسر الكريمة الشيعية من القطيف، ما هو المطلوب الآن في مثل يعني هذه الحادثة؟ هل هي مؤشر على أحداث أخرى محتملة تظن يعني؟ والله قبل هذا أريد أقول نقطة وطالما قلتها الحقيقة في أيضا أحاديث في تلفزيون أو في الصحافة وكتبتها في مقالات، كنت ولا أزال أعتقد أن السعوديين قادرون على حل مشكلاتهم فيما بينهم. نحن مجتمع فيه خلافات، فيه إشكالات، فيه نزاعات، لكننا أقدر الناس، أقدر من كل جيراننا، من كل العرب الآخرين على الجلوس معا والجدل والعراك ثم التوصل إلى حلول. ليش تعتقد أننا أقدر الناس؟ هذه تجربتي. أنا الآن حوالي 35 سنة بين مشارك وبين متابع للحياة السياسية، والتقيت بمئات بل آلاف من الناس. هذه النتيجة التي توصلت إليها، أن السعوديين أقدر من غيرهم بما فيهم الجيران الخليجيين، أقدر على الجلوس والتشاتم ثم التسامح وحل مشكلاته. هذه فضيلة هائلة، فضيلة عظيمة. صحيح. ويعني تشكل أساس يعني لا أظنه موجود في أي بلد في العالم لاجتراح حلول وابتكار حلول للمشكلات. أظن أن على المجتمع السعودي وعلى الحكومة السعودية أن تستثمر هذه الإمكانية. طيب كيف يا دكتور علمنا يعني؟ نعم. ما هي الآليات؟ نعم. هل الحوار الوطني مثلا؟ نعم. أحد الآليات؟ نعم. نحتاج في تقديري إلى شيئين، الأول رؤية والثاني شجاعة. أما الرؤية في كل المجتمعات المتعددة ثقافيا أو عرقيا، الولايات المتحدة الأمريكية مثلا عندهم مشروع استراتيجي للاندماج وتسمى اصطلاحا ملتينج بوت. في بريطانيا ابتداء من نهاية الستينات 71 أقروا استراتيجية اسمها الريشال إيكواليتي، وأسسوا هيئة ملكية اسمها أيضا كوميشن فور ريشال إيكواليتي أو هيئة المساواة العرقية. هذه هيئة مهمتها تنفيذ قانون أصدره البرلمان للتوصل إلى حل الخلافات والنزاعات التي قد تقوم على أساس أو بسبب الاختلاف الثقافي والعرقي. يعني تريد أن يطبق هذا النموذج؟ أنا أريد أن تقام هيئة ملكية مهمتها وضع قانون ثم الإشراف على معالجة إشكالات التنوع في يعني المملكة. في المملكة يعني نحن قبائل متعددة، مناطق متعددة، أحيانا الخلفيات التاريخية متعددة، مذاهب متعددة، كل تنوع يأتي بمشاكله مع أنه هو في الأساس يعني مصدر غنى إلا أنه فيه مشكلات أيضا. فكيف نقود هذا التنوع إلى الجانب الإيجابي منه ونعالج الجوانب السلبية؟ هذا يحتاج إلى عمل. ممتاز. لا يمكن أن يقوم بنفسه، يحتاج إلى عمل. وأظن أنه قد حان الوقت لإقامة هيئة ملكية للمساواة أو لمعالجة إشكالات التنوع وتعزيز الوحدة الوطنية. ممتاز ممتاز. أبي أشوف الدكتور عبد الرحمن العناد، أنت كيف شفت رد فعل المواطنين يعني وقطع الطريق أمام المتربصين، كيف تقيم هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني أكرر التعازي، حر التعازي لأسر الضحايا سواء من رجال الأمن البواسل أو من أفراد الطائفة الشيعية، وهم فعلا كما ذكرت الأغلبية ترى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة، يعني شباب في عمر الزهور. فحر التعازي لأهاليهم والتعازي لحكومة المملكة العربية السعودية وسمو وزير الداخلية لأيضا رجال الأمن البواسل اللي أثبتوا الصراحة في هالحادثة قدرة قوية وعجيبة وسريعة بصراحة للقبض على الجناح في مناطق مختلفة من المملكة خلال أقل من 24 ساعة. صحيح. من الحادثة. وحتى اليوم المتحدث الأمني
ذكر بأن تم القبض على أكثر من 30 في خلية لها علاقة أو في هذه الحادثة المؤلمة. وهذا أيضا يعني يعطينا شيئا من الإطمئنان، لأن التعامل مع الأحداث السابقة لعل يحد من وقوع أحداث في المستقبل. يعني هذا النجاح يحسب لرجال الأمن لأنه إن شاء الله يكون أحد الوسائل التي تمنع تكرار مثل هذه الأحداث. طبعا كما ذكرت يعني من الأشياء المفرحة في هذه الحادثة هي هذا التلاحم وهذه الإدانة المشتركة من مختلف الطوائف من مختلف المناطق. وبالأمانة يعني لم نجد هذا الموقف الإيجابي الجيد المتوافر في وسائل التواصل الاجتماعي في أحداث سابقة إجرامية استهدفت غير الطائفة الشيعية. لم يكن هذا التلاحم اللي الآن موجود كان موجودا، بل إن كان هناك في فترات التفجيرات السابقة اللي طالت حتى أفراد السنة وأفراد المقيمين كانت تجد تشجيع في مواقع الإنترنت في السابق. هذه المرة هذا شيء مطمئن جدا يعني بأن في عدم قبول بشكل شعبي مفرح الحمد لله. الحمد لله. وهذا إن شاء الله يعني دليل على أنه فعلا زي ما ذكر الأستاذ توفيق أن الشعب السعودي قادر على التجاوز مواجهة أي محاولات للتفرقة وزرع الفتنة. خليني بشوف الأستاذ عبد السلام. بعض طبعا الوسائل الإعلام إلى حد ما التي تدور يمكن في الفلك الإيراني يعني اتهمت الحكومة أو الجهات البوليس الشرطة هذا بمهاجمة الحسينية. هل تعتقد أن طبعا مثل هذه الحالة تكشف للناس أهداف مثل هذه الوسائل الإعلامية المتربصة بهذه الوحدة الوطنية؟ هو أولا أنا شاطر الأخوة الزملاء صادق العزاء والمواساة لأهلنا في دالوة. ربنا إن شاء الله يتغمد من ذهبوا إلى رحمة الله وغفران إن شاء الله. طبعا أي حادثة تحدث في المنطقة الشرق الأوسط هي تهب عليها رياح الشكوك. فشيء طبيعي يعني، سواء حتى بعض الأحيان لما تحدث في إيران تلاقي في أطراف أخرى شاطرها نفس التقريب. إحنا لا نلتفت لهذا، أمامنا حادثة فيها مجرمين الآن معتقلين، وصلوا اليوم إلى 33 شخص، والسعودية عندها من الشفافية التامة أنها غدا ستخرج أو بعد فترة ستخرج كل التحقيقات وما توصلوا إليه، ويمكن تخرج حتى من موسكوا في هذه القضية وتعلمهم. احنا الآن أنا شاطر الحقيقة الأخوان ويمكن الدكتور توفيق أنه كيف نستطيع أن نستثمر هذا الاندفاع الإيجابي اللي أعطانا ضوء أبيض حقيقة. هنا في جريمة حدثت، في إدانة من كل الأوساط، في سرعة إيجابية جدا من قوى الأمن، تدخل سريع، حسم الموقف، وفيه شعبي يعني فيه تجاوب شعبي غير عادي. الآن عندنا ثلاث معطيات كيف نستطيع أن نضخ فيها مزيدا من الإيجابيات، مزيدا من التفاؤل نحو الوحدة الوطنية. العالم الخارجي أنا أقول لهم المنظر اللي صار في السعودية عنوانه موتوا بغيظكم. ما حدث حقيقة سيؤثر، ستخرج إشاعات أكثر، لكن يموتون بغيظهم، سيبقى هذا الوطن وارفا. وأعادوا لنا ما حدث في الدالوة، أعادوا لنا سيرة الأباء والأجداد، لحمتهم وتضامنهم ومحبتهم، بعيدا عن أي مذهبية أو ما مذهبية. تقول شيء؟ أنا بس ودي أنه هذا الحادث يعني يبقى حيا ماثلا أمام الناس الآن ويجري، يعني جعله ملفات وطنية تجري المعالجة عليها بشكل دائم ولا ينسى. يعني أخطر شيء يواجه بعض الشعوب ونحن منها أنه الحدث يصيبنا بالهلع، ولكن حينما يعني ينتهي كحدث نبدأ في نسيان بعض الأشياء والأوراق. هذا الحدث إن نسيناه ربما ندفع أثمان لا يمكن أن نتوقع. في تحليل يعني الأستاذ إدريس بدأ ب يعني نوعا ما تحليل مخيف،
وهو أنه قد يكون بداية لأشياء أخرى. وهذا بالمناسبة تحليل موجود أنه يمكن داعش أو أحد أخوات داعش يريد نقل الأزمة لأنه عليهم ضغط في العراق وسوريا. أيضا طبعا أنا أتكلم أيضا عن الأصوليين من السنة بعض متطرفيهم وبعض الحركيين الشيعة يعني عندهم يعني هذا التوجه. أقول هذا تحليل موجود وقيل أن يعني هي محاولة لتوزيع الأزمة من أجل فك الضغط هناك. أنا شخصيا لا أميل إلى هذا التحليل. أنا أتوقع أن يعني بناء على بعض المعطيات حقيقة أتوقع أن هذه مجموعة شباب يعني حسب التعبير فالتة يعني احتقنت بالغضب والتأزم لما يحدث في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في المملكة أو لأي سبب واندفعت لأخذ القانون بيدها. الطريقة اللي نفذت فيها العملية الطريقة تخلو من الاحتراف تماما بدائية. يعني طريقة بدائية فعلا. أنا مع أن يعني نضع السيناريو الأسوأ كأحد الاحتمالات لكني لست مع التهويل. أن نسعى لفهم المسألة كما هي أن نضعها ضمن حدودها لأن هذا هو الذي يسمح لنا بالتفكير في الخطوات التالية. أيوة ممتاز. تسمح لي على يلا بس بسرعة أختلف بعض الشيء يعني معروف الجماعات الإرهابية في المملكة دائما كانت لها علاقات بالتنظيمات الإرهابية في الدول المجاورة. ما يعني ما أحد يستطيع أن يلغي وجود هذه العلاقة. الثانية أن تنظيم الدولة الإسلامية أصلا هددوا صراحة بأنهم سينقلون الإشكال للمملكة وقالوها بعد عملية البديعة أو قبلها حتى. وفي الأناشيد عاصب الرأس وينك والشغلات هذه كلها يقول لك إحنا جايينكم في الجزيرة العربية. فيعني أيضا لا نغفل وجود هذه الاحتمالات. هي على حال كلها احتمالات. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم إلى موضوعنا التالي. شنت الخارجية الإيرانية هجوما على السعودية وانتقد مساعد وزير خارجيتها في الشؤون العربية والأفريقية حسين عبد الهيان انتقد السعودية لتناقضها بتصريحاتها غير الودية والسلبية على حد قوله. إيش رأيك دكتور توفيق في كلام اللهيان؟ يعني مرة يقول إنه إيران جادة في المحادثات وبعدين يصير فيه حالة من الانفصام عن المحادثات سواء بين السعودية أو إيران. إيش المشكلة؟ أظن أنه العلاقات الإيرانية الخليجية تتأثر بشكل أو بآخر بالمحادثات النووية مع الأمريكان والأوروبيين. وأظن أنها يعني الآن وصلت إلى نقاط خلينا نقول نقاط عقد. ليست طريقا مسدودا ولكنها نقاط معقدة. وأحتمل أن هذه التصريحات يعني تذهب في هذا السياق. أنا أعلم أنه المملكة وإيران والكويت وعمان يعملون جميعا من أجل إطلاق مفاوضات في إطار الخليج لمعالجة الإشكالات. لكني أعلم أن هناك نقاط معقدة واحد منها المسألة اللبنانية. العجز عن التوصل إلى حل لمشكلة الانتخابات في لبنان وخاصة انتخاب رئيس جمهورية. وكل دولة لها مرشح تقريبا. كل دولة لها خيارات ومسارات مختلفة. موقف الولايات المتحدة في الملف النووي أيضا لا زال عنصر تعقيد لنقل في المسألة. ولذلك أنا كنت أتوقع تصريحات أكثر أيضا من إيران ومن المملكة تقال يعني كمحاولة للضغط لنقل استعمال أوراق جديدة للضغط من أجل فتح الطريق. لكن لست متشائما جدا. لست متشائما. أنا أظن أن مسار المفاوضات على المستوى الإقليمي انطلق فعلا. بالفعل نعم انطلق فعلا وهنالك وساطات قوية. أعلم أنه أمير الكويت مثلا بشكل شخصي هو داخل في هذا الموضوع. راح أستغرب جدا إذا انتهت هذه السنة وما وصلنا إلى نتيجة. ممتاز. هل أنت متفائل زي الدكتور توفيق؟ يعني تعتقد أنه
أنه ما في خيار أمام السعودية وإيران إلا أن يلتقون يعني على طاولة الاتفاق؟ لا طبعا الخيارات السياسية عادة مفتوحة، ولا هم في حالة حرب، هم في حالة سياسة، والحالة السياسية قابلة للتمدد. عادة اللي الأوراق يعني الكثيرة بين السعودية وإيران هي في مناطق خارج أراضيهم، يعني بالتالي اللي يدفع الأثمان هم أهل المناطق هذه. وفي نفس الوقت كل بلد سواء إيران أو السعودية يعتقد بأنه يعني يدافع عن مصالحه وحقوقه. كيف يقيمون الآخرين، كيف تقيمها الدول؟ لكن أنا أعتقد أن الإيرانيين في تصريحاتهم أكثر عدائية من السعودية، يعني لأنهم عندهم اعتقاد، وربما يعني من التجارب عندهم اعتقاد بأن الخليجيين تحديدا يعني ربما تخيفهم صواريخ إيران والتهديد يعني جعل مناطق النفط هدف مشروع للإيرانيين. أنا أعتقد أن المسار هذا للإيرانيين غير صحي وغير صحيح، ولأنه إذا كانوا الناس الشعبيين يعتقدون بهذا، بس السياسيين لديهم رؤى مختلفة ويعرفون أن إيران لا تستطيع أن تفعل بالقوة شيء إلا ضمن توافقات إقليمية ودولية. نعم هذا صحيح، ربما خلق مناطق استيلاء مثل اليمن، العراق، مزيد من الضغط، الضغوط في الدول هذه، نعم أن تكسب ناس يدافعون عن مصالحك أو يكونون معك، هذا نعم هذا صحيح يأثر في المعادلة الدولية والإقليمية. لكن القوة العسكرية أنا أعتقد الإيرانيين يعني، والإيرانيين على أي حال يصرحون اليوم عندهم قدرة عجيبة، يصرحون اليوم بشكل عدائي، ممكن تجدهم بعد أسبوع عندهم تصريح ودي جدا يعني، يعني حتى القوى الإقليمية تعرف هذه الظاهرة. ولا أعتقد المسار هو مسار المصالح في المنطقة. إذا كانت إيران عندها استعداد أن تأخذ مصالحها وأن تعتقد بأن الآخرين لهم مصالح، ربما يلتقون، الوضع يذهب إلى المفاوضات. لكن إذا أرادت إيران تعتقد بأنها تستطيع أن تأخذ المنطقة، أعتقد أن هذا سيطين ليس الطريق إلى السلام في المنطقة على أقل، تبقى مشاكل المنطقة باقية. شرايك يا أستاذ عبد السلام؟ أنا أعتقد أنه أيضا إيران المفروض أنها تعمد يعني إلى تخفيف حدة الاحتقان اللي يقول عليها أستاذ عقل، وإن حدث هذا فإنه سيقود إلى التقليل من الطائفية اللي موجودة. أنا أعتقد أنه النزاع بين السعودية وإيران أو إيران ودول الخليج هو الذي يقود إلى تأجيج الطائفية. أنت إيش رأيك؟ دعني أخذ منحى آخر. لن تنجح المفاوضات بين إيران وبين دول الخليج. السبب أن إيران عندها مشروع، عندها استراتيجية بعيدة المدى، عندها استقطابات وعندها تكتيكات وعندها عمل، منظومة متكاملة. أن يقوم من يقوم من دول الخليج سواء عمان أو الكويت مبادرة متقطعة نحو إيران للصلح اللي هو لإطفائها وقتيا دون أن يكون لدى دول الخليج مشروع استراتيجي مبني من أصحاب الفكر في البداية قبل أن يذهب إلى السياسيين، يجب أن يعطى أصحاب الفكر والناس اللي لهم قدرة على صياغة استراتيجية للخليج بعيدة المدى تواجه المشروع الإيراني. بس دائما هذه الأفكار هي ليست أعتقد مساعي حميدة مع إيران. أنت ما أنت بتواجه خلافات مع دولة صغيرة، هذه دولة الآن لها سنوات طويلة وعندها تكتيكاتها واستراتيجيتها وعندها عمل منظم غير عادي يجب أن نعترف فيه. حتى تصريحات كلها اللي تطلع منهم أنا أعتقد أنها مدروسة ولها خطوات معينة عندهم على ما يقولوا لعبة الشطرنج يلعبون فيها كيفما يشاءون. دول الخليج بحاجة قبل أن تذهب لأي طرف على في العالم يجب أن تبني استراتيجية واضحة موحدة كيف نستطيع أن نواجه بمشروعنا إيران أو غير إيران. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني الأستاذ عبد السلام كأنه يقول أن الدولة مثل إيران عندها يعني خططها وعندها أجندتها، وبالمقابل هذا الكلام يعني أن المملكة ليس لديها أجندة وليس عندها مشروع. دولة مثل المملكة، دولة كبرى في الخليج، هل هذا صحيح؟ هل المملكة بلا أجندة؟ مع أن عقل يقول العكس، عقل يقول أنه يعني في تعارض.
أنا ما قلت أن المملكة ما فيها أجندة، أنا أتكلم على المفروض دول ما يكون مجلس في التعاون مشروع لدول الخليج العربي. ليش مشروع؟ لا لا خلينا نشوف الدكتور عبد الرحمن. أيوة يعني صحيح زي ما ذكر الأستاذ عاقل، حنا ما إحنا في حالة حرب، لكن ترانا في حالة حرب باردة مع إيران. صحيح. يعني بين المملكة ودول الخليج من الجانب وإيران ترانا في حالة حرب باردة، فمتوقع مثل التصريحات سواء من الطرف الخليجي أو السعودي أو الإيراني. أغرب الأمور، أنا سويت بحث في جوجل عن الموضوع، تحطوا مساعد وزير الخارجية تحديدا، مو هو الوزير، هو اللي دائما يصرح يرمي خاصة الأشياء السلبية، لكن اكتشفت ينتقد وزير خارجية السعودية، وزير خارجية أمريكا، وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، كثيرة تصريحاته اللي تنتقد، لدرجة أنا بديت أشك الحين الإيرانيين هم الظاهرة الصوتية مو إحنا، يعني يحكون كثير. طبعا سمو وزير الخارجية هو يعني تقريبا اللي قاله، أو يعني بعد لقاءاته في وزير الخارجية بنيويورك وبجدة، إن إيران محتلة لسوريا ويجب أنها يعني تخرج من سوريا وأيضا من العراق واليمن. ف يعني هذه على فكرة يعني الأشياء الظروف، يعني أنا أقابلك اليوم الوضع شيء، بكرة يتغير الوضع. فأنا يعني لا تتوقع إيران أيضا استيبيليتي في استقرار الموقف، لأن الموقف يتغير بتغير الأحداث. وأعتقد أن تصريحات سمو الأمير سعود الفيصل جاءت نتيجة مستجدات بعد لقاء وزير الخارجية. ممتاز. إذا تبغى تقطع ولا تبغى تقول شيء؟ نعم، في نهاية السنة الماضية عدد من الكتاب وأنا واحد منهم في الصحافة السعودية ناقشوا هذا الموضوع، ما هي استراتيجية العمل السياسي الخارجي طويلة الأمد. قال إحنا المملكة يعني دولة ثقيلة جدا اقتصاديا وبشريا وسياسيا ودوليا، ولكن عملنا السياسي الخارجي يفتقر إلى مشروع طويل الأمد يركز على التحالفات الكبرى اللي تخلينا أقوياء وثقيلين. أظن هذه مسألة تستحق النقاش. ممتاز. صحيح صحيح. نعم. طيب إلى موضوعنا التالي. أمريكا تهدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بتقديم أدلة على تورطه بعلاقات مع القاعدة والحوثيين. صالح بدوره يهدد اليمن وأمريكا والمنطقة. أمريكا تتراجع واليمن يبقى على شفا حفرة من نار. بس لا بسم الله. أستاذ عبد السلام، إيش رأيك؟ يعني ما الذي يعنيه تورط علي عبد الله صالح في مع بعلاقات يعني مع القاعدة مع الحوثيين؟ والله أنا قرأت الخبر ويعني من سخريات الزمن أنك تسمع أمريكا بتحاكم علي عبد الله صالح، تتراجع وتقول راه هو رقم صعب في الحياة السياسية اليمنية، يعني يمكن قد لا يتقبلها مني أحد أني أقول أن الأمريكان ضاعوا حقيقة. يعني الأمريكان في الشرق الأوسط الآن وصلوا إلى درجة غير عادية من التخبط. هم الآن لا يستطيعون، حتى الأمريكان الآن يا العرب أثروا عليهم يمكنهم ولا بدأوا، لا يوجد الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية سياسة واضحة في الشرق الأوسط. حتى في سياستها تجاه العراق هم يعرفون أن لا يمكن هزيمة داعش بطائرات ما لم يكن هناك تدري، والحل الوحيد والمنفذ الوحيد للقضاء على داعش هو البداية في إعداد الجيش العراقي. إعدادها إعداد سليم من البداية، يعني من الآن يجب أن تبني جيشا قويا داخل دولة المشكلة. فهم حقيقة أمس يقول أنزلوا 1500 كلها لهم الأمريكان، جالسين كل يوم يقول لك طلعوا بالطائرات وضربوا. الآن في اليمن لا تعرف أين يعني إحنا الآن أصبح العرب واضحين يمكن تجاه اليمن أكثر من الأمريكا. تريد أن يعني تقصد أن أمريكا في حالة تخبط؟ إيه. نعم. هل تتفق يا دكتور عبد الرحمن؟ والله يا أخي شوف، هي أنا أعتقد أن في لعبة، يعني لأن أصلا التهديد اللي نقل علي صالح من المؤتمر الشعبي قد يكون مصطنع، يعني لإثارة الرأي العام اليمني أيضا، يعني أن أمريكا وأن ضد أمريكا وأن وهم
الحوثيين وعلي عبد الله صالح شكله يبغى يرفع شعار محاربة أمريكا أيضا. يعني قد يكون هذا لأن نفي أن أمريكا أي صحيح. ومع ذلك بنفس الوقت سمعت من الأخبار أن مجلس الأمن يدرس فعلا, مجلس الأمن مو أمريكا, إيقاع عقوبات على علي عبد الله صالح. فطبعا هو الرئيس اليمني السابق عنده حصانة نعم كما تعلمون من الاتفاقية وفقا للمبادرة الخليجية نعم حصانة إن لا يحاسب عما حدث قبل الثورة وقبل كذا. لكن الآن إذا قدم اتهامات بأنه يعمل أو عمل بعد ذلك التاريخ لإحداث القلاقل والمشاكل في اليمن, هذا يرضي الحصانة, فربما لأن الحصانة لما يسبق لما يسبق خلال فترة رئاسة. هل نشوف الدكتور توفيق أنت كيف تقرأ المشهد في اليمن؟ والله أنا شايف أن يعني التصريحات اللي كل يوم شكلها عجيب وغريب في اليمن هي محاولة للهروب من تعريف المشكلة. أنا أتخيل أن المشكلة في اليمن هي فراغ القوة. يعني أحيانا دول فيها فائض قوة فتصدرها صح. وأحيانا في فراغ قوة فتستقطب قوى الخارج. المشكلة أنه في اليمن هي بذاتها فيها مشكلات كبيرة وتصارعات, بحيث القوة اللي يراد استقطابها هي تهرب. يعني السعودية تتهرب من التدخل في اليمن, عمان تتهرب, الأمريكان يتهربون صح. يقولوا يا يمنيين حلوا مشاكلكم بأنفسكم. بس واقعا في فراغ قوة واضح, الدولة لم تستطع ملأه, المجتمع لم يستطع ملأه. هذا من الطبيعي أن يستقطب قوة خارجية, لكن القوة الخارجية لا يبدو أنها مستعدة. سيأتي مثل القاعدة أو الحوثيين لكي يملؤون هذا الفراغ. نعم. هذه هي المشكلة التي تحتاج إلى علاج. عقل أنت إيش رأيك, هل هذا يعني ينعكس على ضعف أيضا الرئيس اليمني الهادي؟ يعني أنا أعتقد أن هادي أساسا كل وجوده كان يعني يركب تركيبه مع الأحداث يركب, يعني كل مرة يحط في مكان هو اللي اشتكى المجلس. لكن أنا أعتقد يعني ما أدري, بس هذا مش مستند على معلومات. أي بس اليوم يعني من الموقف الأمريكي واللي يحدث, ولما شفت يعني استعراض قوة عند علي عبد الله صالح قلت ربما يعني إنه اللي أبعدوا علي عبد الله صالح تحسفوا. طيب رجع للواجهة من جديد. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. إلى وقت قريب نوعا ما كان الكاسيت فقط هو وسيلة انتشار التطرف الأيديولوجي للإسلام على الأقل, إلا أن الفضاء الآن أصبح في متناول الجميع, فظهرت قنوات ليست حكرا على دين أو مذهب معين تبث التطرف وتغذيه, لكن الإسلام كان أبرز المتضررين من خلال تشويه صورة. باعتبارك أستاذ في الإعلام, هل عندك أنت دراسة في هذا الخصوص أو شيء من هذا القبيل؟ لا أنا يعني اطلعت على دراسة أي عن القنوات الطائفية في العالم العربي اللي وصل عددها حول 120 قناة. يعني ما شاء الله على ما شاء الله, يعني الحمد لله وشغالة ليل نهار على يعني على الخطاب الكراهية والحقد وحتى دعوات مباشرة للاعتداء على أفراد الطائفة الأخرى أو القتل أو محاربتهم. فهذه ظاهرة بصراحة تستحق يعني فعلا اهتمام مختلف الدول العربية من الجهتين, على من الجهتين من الجهتين الأقمار الصناعية. أيوة لأنها يعني وصلت يعني مرحلة يعني مرة مزرية ويعني علانية حث مباشر. هذا أيضا أساء كما ذكر الحين في التقرير القصير, أساء للإسلام عند من هم خارج الإسلام. نعم, وحنا ندعي بأن نريد أن نتحاور مع الأديان الأخرى ونحن عاجزين عن التحاور مع بعضنا البعض. نعم أيوة. هذه ظاهرة تستحق فعلا اهتمام كبير من الدول العربية كلها. خليني أسألك يا دكتور توفيق, أنت إيش رأيك يعني كيف بالفعل نقضي على هذه العنصرية أو هذه الطائفية البغيضة التي تخرج من خلال القنوات اللي طبعا أكيد أنه تبثها بعض الدول من منظور سياسي نفعي, يعني يهمها هذه إيجاد هذه الفتنة.
والله فيما يخص المملكة ربما يعني ربما يقال أن الناس يتأثرون إذا لم يكن لديهم سابقة. يعني إذا كنت أنا محصن تجاه الكلام فحتى لو 100 واحد يجي يتكلم وأنا راح أفلتر كل كلام أتلقاه، ولكن إذا كنت غير محصن من اللي يخلي الواحد محصن إذا تقصد مثقف مطلع؟ يعني على سبيل المثال في المدرسة في المدرسة بالنسبة للأطفال إذا واحد يجي يقول لهم مثلا هذا الشيء هكذا وهكذا فمحتمل فورا يقبلوه، ولكن إذا احنا علمنا أطفالنا في المدرسة الابتدائية والمتوسطة ربينا فيهم ما يسمى بالعقل النقدي، يعني أن يتحاوروا ويتجادلوا مع كل شيء وأن لا يقبلوا أي شيء من أول وهلة. احنا للأسف منهجنا التعليمي منهج تلقين، وبالمناسبة في كل الدول الإسلامية التعليم الديني والثقافة الدينية كلها صحيح كل الدول الإسلامية اتخذت منهج التلقين. منهج التلقين هو منهج خط واحد، في واحد مؤثر برا وفي واحد متأثر وهو أنت. القنوات التلفزيونية والإذاعات ووسائل التحريض تستثمر نفس هذا. هل على فكرة أنتوا الطائفة الشيعية هل أيضا في الحوزات التعليم تلقيني؟ نعم. تلقيني نفس الشيء. نعم نفس الشيء. أوكي. كل الثقافة الدينية في العالم الإسلامي كله. نعم. وهذا هو يعني في الدول الغربية. أنت لما تيجي تتكلم على أي شيء، على الدين، على التاريخ، على كذا، اللي يسمعك ما لا ينفعل بما يسمع. عادي يسمعه، حتى لو تقول له أبوك فيه وما فيه، لو جدك فيه ولا ما فيه، أو تقول له السيد المسيح أو الله فيه ولا ما فيه، ما ينفعل، ما يتأثر. لأنه حصن لأنه متعود على أنه الأشياء مجرد كلام يقال يعني ويجادل، ما يتبنى شيء لأنه أنت قلته أو لأنه شيخ قاله أو رئيس الجمهورية قاله. أما في البلاد الإسلامية فلما يجي رجل ملتحي ومعمم وكذا ويقول كلمة الناس على طول ينفعلون، يعني يأخذوها كما لو كانت مسألة شخصية. طيب هذه هي المشكلة التي تحتاج طبعا هذا في يطول الجدال فيها يا دكتور، لكن كيف يعني يتم تشريب الدين عند الناس إذا كان عندي هذه الحرية للنقد وعدم الاهتمام بما يعني يقوله المرجع؟ يعني أنت تتخيل أن الدين الذي نتلقاه في المدارس أو من الإذاعات والتلفزيونات هو دين رب العالمين؟ لا أبغى أعرف من هذا دين الناس. طيب وش مصدر الدين؟ أجل من وين أخذ الدين؟ مصدر الدين الناس في كل زمن الله عز وجل يقول هذا بيان للناس، تمام؟ إنما أرسلناك للناس. الكل جيل من أجيال المسلمين له حق ثابت في صياغة نموذجه الديني بنفسه، ما نحتاج نتلقى احنا الدين مالنا من أجدادنا. يعني بالتالي ما في ضرورة للمرجع الديني؟ لا ما في ضرورة لاعتبار جهة معينة مصدر للدين وبقية الناس مجرد كؤوس فاضية يجوا يترسوها. حقنا كلنا، كل فرد مسلم شريك في صياغة وتصنيع وتصميم الفكرة الدينية. الدين ما هو جهة ترسل وجهة تتلقى. طيب خلينا نشوف العقل، أنت كيف تشوف أنه هذه القنوات التي تبث على أقمار عربية هي التي تثير مثل هذه الفتنة؟ كيف يمكن السيطرة عليها؟ ما فيه إمكانية يعني؟ لا فيه كذوبة، الحقيقة فيه كذوبة كبيرة وتباع على الناس، وأنه وحتى الحقيقة في تجاوز على الدين، أنه هذول رجال الدين، هذول الفاسدين، هذول اللي يعني يدفعون الناس للعنصرية والطائفية، العنصرية والتشدد. إيه هذه الإذاعات من يصرف عليها؟ حتى التلفزيونات أنت تقدر تصلح تلفزيون وتبث اللي أنت بي؟ لا، هذه الحكومات هي اللي توظف هالمحطات، ورجال أعمال رجال أعمال مدفوعين من الحكومات يدفعون هم الفلوس، لكن الفلوس تجيهم مضاعفة. ما في محطات، لا عندك انت تذكر من تذكروا محطات جرى عليها مطاردات من الحكومات اخرجت من الاقمار الصناعية عجزت تبث. زي ايش؟ عطنا مثال. اذكر انا الحوار وغيرها، يعني في محطات والعالم، يعني كلنا يحارب على كيفه، كلنا يحارب محطات الاخر. القول بأن ما يقال في المحطات هو شغل رجال الدين أو شغل الناس أو أيضا بث التشدد، نعم هو بث التشدد، لكن من اللي يدفع فيه؟ الحكومات هي اللي تدفع، اللي يصرف يا أخي. من اليوم لما بغينا نوقف التبرعات
وقفنا، ما فيه اليوم احد يقدر يتبرع يعني. صحيح. تشوف بعض الاشياء ايه. لكن التبرع اللي لا وقفنا. طيب المحطات يا اخي لها سجلات ولها شغل ايه. وتدخل في عربسات وتدخل كلها توقفها الحكومات اذا بغت، لكن كل هذه المحطات تخدم مشاريع سياسيه. ممتاز. عبد السلام قبل شوي كلام الدكتور توفيق يعني يشير الى انه المفروض انه ايضا الناس محصنين تجاه هذه القنوات التي تبث يعني التطرف والطائفية. كيف يمكن بالفعل أن يعني يتم نقد ما تبثه يعني هذه القنوات؟ معناته أنت في حاجة إلى خطط طويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى. أنا أعتقد القصيرة المدى، أنا أيد الأستاذ عقل، أنت أخرج افصح عن الملكية وسيعرف الناس من يدفع هؤلاء. صحيح. اطلع بقوائم وافصح عن من يملك هذه القنوات، هال 120 اللي اشار لها الدكتور. اي افصح عنها. من اللي يفصح عنها؟ افصح عنها الدول والحكومات والعربسات. اي من يملك هذه وبالاسماء. وبعد ذلك ستعرف الذي خرج ولماذا قال ولماذا يقول، وفي حتى في مناسبات معينة يدفعون، وفي حالات معينة هو حتى يتراجعون ويتقدمون خطوات ويتراجعون في أحداث يظهرون. وبعد كذا حتى على فكرة الخطاب الديني ترى يتبدل في بعض القنوات. أي. يطلع تسامحي وسطي وبعدين متشدد بعدين يرجع حسب الطلب. حسب الطلب. طيب فاصل ثم نعود إليكم. هذا حق. بعد صرامة المواضيعنا الجافة اللي قبل شوي سنتجه إلى الأخبار الخفيفة، إلى جولتنا الأسبوعية. قد يكونوا مغنين أو حراس أمن أو ربما منهم من يعمل ساق في بار، كل تلك الاحتمالات واردة بعد الكشف عن شبان سعوديين يعملون في الأماكن الترفيهية والفنية في مملكة البحرين. السفارة السعودية من جهتها عبرت عن عدم رضاها، إلا أنها عادت وقالت إن ذلك خاضع لأنظمة العمل في البحرين. علينا أن نحمد الله كثيرا، إذ توصل مجلس الشورى إلى حل جذري بتجاوز حالة الحرج بإقرار ممارسة التصفيق من باب الترحيب بالضيوف والزوار، ويأتي ذلك بعد أعوام من الصمت والجدل الخفي حول آلية الترحيب بالضيوف القادمين تحت قبة مجلس الشورى. لم يكن مشهدا عاديا لكابتن وهو يترجل من طائرته رافعا يديه في إشارة لاستسلامه، إذ رافقت مقاتلات أندونيسية طائرة ركاب سعودية صغيرة تحمل رجال أعمال في طريقها إلى أستراليا، وأجبرتها على الهبوط في مطار إيلتاري في كوبانغ بحجة أنها انتهكت المجال الجوي قبل السماح لها بالمغادرة بعد ساعات. عبد السلام، خبرنا الأول طبعا اللي هو عن اللي شبان السعوديين اللي عملوا في بار وفي ومغنين وحراس وذا، أنت كيف شايف الخبر يعني هذا الخبر؟ هل هو تعبير عن البطالة مثلا أنه شبان السعوديين بحثوا اضطروا إلى العمل في مثل هذا؟ طيب كيف تجاوزوا للأمانة يعني مسألة الحرام أو مسألة العيب الاجتماعي؟ والله احنا عندنا دائما صيحات، يعني صيحت مرة بناتنا في البحرين في الإمارات، ومرة وفي قطر عملوا عاملات منزليات، والآن نتكلم على شباب في البحرين. بس احنا دائما ما نبحث عن السبب ليش. يعني مثلا الآن فيه حديث حول جامعات الشمال، في جامعة عندنا جامعة في الجوف والحدود الشمالية، وفي واحدة في حفر الباطن، وفي عندنا مشاريع تبع معادن ورأس الخير و 100 مليار دولار تقريبا. هل وزارة التعليم العالي جابت الأطراف اللي لها علاقة والمؤسسة العامة وجلسوا يصيغون مخرجات هذه الجامعات على الأقل لكي تفي باحتياجات هذه المشاريع الضخمة اللي بتحتاج لها إلى 100,000 أو 200,000 موظف؟ احنا نتركهم وبعد كذا نبتدي نرفع سياسة. طيب دكتور عبد الرحمن، انت باعتبار انك يعني عضو مجلس الشورى سابق،
هل في وقتها قدمتوا شيء توصي؟ هل هي يعني طبعا لا لا يعني للأمانة هو المتحدث الرسمي أو ذا الأستاذ محمد المهنة قال إنه ما في شيء من هذا القبيل بقدر ما هي مجرد اقتراح من أحد لأنها الأعضاء. لأنها هي عملية إجرائية هذه ولا هي توصية ترفع مثلا إجرائية لضبط أعمال المجلس. أيوة شو يعني خلال تجربتي في المجلس كان في حرج لأن في جزء أو عدد من الأعضاء يرفضون التصفيق لضيوف المجلس وأحيانا يأتون رؤساء دول يعني وحتى أن بعضهم يبالغ يرفضونه من باب البرستيج ولا من لا لا ما أنا أدري بعضهم تحريم بعضهم بل أنهم يتعمدون يعني هو من التقاليد البرلمانية لما يجي خاصة رئيس دولة ويجي عند السبيكر عند رئيس المجلس يعني يقومون أعضاء المجلس ويصفقون صفقوا أي طيب كان في جزء في المجلس يتعمدون أنهم يكتفون أيديهم وهم جالسين في المجلس ولا يقومون ما أقوم لزعيم كافر أو رئيس دولة كافرة أو كذا أوكي. النقطة الثانية أيضا يأتون ضيوف في الشرفة وفود أجنبية نعم. يعني في برلمانات أنا كنت عضو في عدد من الوفود لما يرحب رئيس البرلمان بالضيوف أيضا يقوم أعضاء البرلمان ويصفقون للناس الموجودين في الشرفة عندنا هذا الإجراء للأسف غير معمول فيه طيب وأمل أنه يعمل فيه لأنه تقليد تقليد دولي يعني مو خلص. مو شيء مو اختراع سعودي يعني. أوكي دكتور توفيق أنت إيش رأيك في أنا أظن المسألة بسيطة هي ولكن لأن المجلس الشورى لا يتواصل مع الجمهور فالناس يعني ينظرون باستغراب سنة كاملة ما سمعوا شيء مهم من المجلس ثم يسمعون سالفة التصفيق لذلك تحولت إلى نكتة وصارت بها الركبان المشكلة في ظني هي ضعف التواصل بين مجلس الشورى والجمهور ممتاز إيش تعليقك على حادثة الطيارة معقول يعني اللي تم فيها شيء من التجاوز إلى حد ما لكن يمكن معهم كثير من الحق في أندونيسيا إذا لم يكن هناك تبليغ عن مسار الطائرة أنا طبعا ما قريت تفاصيل التحقيقات لأن التحقيقات هي اللي تقول لك ليش صارت القصة نعم. بس عندي اعتقاد يعني مثل أي سعوديين إيه؟ إنه الطيار قال شيء ولا صاحب المهمة قال شيء آخر فيبدو إنه دخل في مناطق يعني محظورة ما كان يعني يمكن الطيار لأنه في النهاية الركاب كلهم يعني أولا سلامتهم مسؤولية الطيار بس كل الإجراءات الأرضية والجوية كلها مسؤولية الطيار صحيح ربما الطيار أيضا ارتكب يعني خطأ يمكن ودخل في مسار خطأ وبالتالي هذه طبيعة القوات الجوية في كل بلدان العالم يعني أحيانا الطيارين ينامون وتواجههم طائرات يعني عسكرية في الجو تقومهم من النوم يعني لأنه لما يجري التواصل ولا يردون يشعرون بأن فيه خطر صحيح. أنا ما عاد بقى عندي وقت الحقيقة إلا أن أشكر الأستاذ عقل الباهلي وأشكر أيضا ضيفنا الكريم الدكتور توفيق السيف والدكتور عبد الرحمن العناد والأستاذ عبد السلام اليمني والشكر موصول إليكم نلتقيكم في الأسبوع القادم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته